انا جيت هنعمل دلوقتي خدود النونو بالجبنه. جميله جميله جميله، عباره عن عجينه طريه لذيذه كده زي خدود النونو. واي حد عنده نونو بقى في البيت يديله بوسه كده ويمسك خدوده، ماشي؟ وقولوا لي اجي برضو امسك خدود النونو معاكم، ماشي؟ ماشي. ايه المقادير؟ بصوا معايا 3 كوبايات من الدقيق، انا محتاجه دقيق قوي مكتوب عليه جميع الاغراض او دقيق بيتزا، تمام؟ 3 كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم معلقه كبيره من الخميره، معلقه من السكر، هنحتاج كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، هنحتاج رشه ملح، نص كوبايه من الزيت، تقريبا يعني ربع كوبايه من اللبن الباودر بما يعادل مثلا 5 معالق كبار من اللبن الباودر، كوبايه الا ربع من اللبن الرايب علشان نعجنها بيها، ونص كوبايه ميه. يعني احنا كده هندخل في العجين ميه ولبن رايب. لو ما عندكيش لبن بودره تقدري تستبدليه وتشيلي الميه وتشيلي اللبن البودره ونستخدم بدلهم اللبن الحليب العادي خالص مع اللبن الرايب الاثنين مع بعض، ونعجن العجينه زي ما انت عايزه، تمام؟ الحشوه بقى معانا جبنه شيدر، جبنه فتة، جبنه موتزاريلا، براحتك اي نوع جبنه تحبيه ما فيش مشكله خالص. اول حاجه هعملها هعمل العجينه، هنحط الدقيق وهنحط رشة الملح تكون كبيرة كده شوية، وإيه ونقلب، وهحط الخميرة والسكر، وهنحط كمان البيكنج باودر واللبن الباودر والزيت، ومعانا اللبن الرايب، وعايزه اجيب كمان جنبي الميه علشان هنعجن بيهم العجينه. قبل ما احط الميه هحط اللبن الرايب الاول، وبعد كده اضيف الميه بالتدريج لو احتجت كده. بس عايزه تعجنيها كلها باللبن الرايب بس مفيش مشكله، عايزه تعجنيها كلها باللبن حليب عادي برده مفيش مشكله، كل ده هينفع، كل ده هيعمل نتيجة هايلة. ما عندكيش لبن رايب وعندك لبن حليب، ممكن تحطي على اللبن الحليب ده معلقة كبيرة بس من الخل الأبيض وتركنيه كده على جنب دقيقتين ثلاثة وتعجني بيه العجينة كلها مفيش مشكلة. كل ده يطلع معاكي عجينة طرية ظريفة فلافي تجنن. أنا بضيف شوية مية، وطبعا المية اللي أنا بحطها تكون دافية كده، افضل اعجن لغايه ما الاقي العجينه ايه لمت معايا الميه بالتدريج. واول ما العجينه ما بتلم معايا بغطيها بقى واسيبها تخمر، لان احنا طبعا حاطين لها خميره هتخمر ويتضاعف حجمها وتبقى هايله وجاهزه ان احنا على طول نعملها كور خدود النونو ونحطها في الصينيه. انا هحشيها جبنه، على فكره تقدروا طبعا تحشوها اي حاجه حلوه، تقدروا تحشوها شوكولاته، تحشوها حلاوه، تحشوها عجوه، يعني براحتكم خالص. احنا بنسيب العجينه تخمر لمده تقريبا نص ساعه او ممكن اكتر شويه بما ان الجو خلاص سقع يعني، فحاولوا كده تصبروا عليها شويه. ورش الدقيق هنا كده على الكاونتر، معايا العجينه بقى الخمرانه. يا سلام العجينه دي بتبقى عجينه خدود النونو دي بتبقى تقيله كده شويه عشان طبعا احنا عاملينها باللبن الرايب، بتبقى العجينه ايه خطيره. هنعمل بقى كور، يعني على قد ما تقدري تكون الكور مقاس واحد، وكل كورة منهم هنحشيها بالجبنة ونرصها في الصينية. بعد ما نحشيها ونرصها في الصينية، انا معايا الصينية جنبي هنا اهي، نفتح كده الكورة وبالمعلقة تاخد مثلا جبنة بيضة ونحطها كده، يا سلام، ونقفل عليها الكوره كده، تبت عليها كويس قوي بس كده، واقوم حطها في الصينيه. وهكذا الكره اللي بعدها واللي بعدها كله نفس الحكايه. تقدري تستخدمي الجبنه البيضاء زي ما انا عامله، او تستخدمي الجبنه الرومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، زي ما انتوا عايزين. بنثبت عليها كده كويس
ولما بنيجي نحط كور العجين دي ما بنلزقهمش جنب بعض، بيبقى نسيب مسافه كده بسيطه زي اللي انا سايباها دي كده، علشان بسيب العجينه تخمر مره كمان قبل ما ادخلها الفرن تقريبا 10 دقائق ولا حاجه، ويكون الفرن بقى سخن درجه حراره 200 تمام. ونحطها في الرف اللي في النص. عايزه تدهنيها يا استاذه لميس مفيش مشكله، ممكن ندهنها بيضه كامله، ممكن ندهنها صفار بيض، ممكن ندهنها لبن حليب، زي ما انتوا عايزين. ممكن تدهنوها زبده، انا افضل ان انا ادهنها زبده بعد ما تخرج من الفرن تمام. هي بتاخد في الفرن تقريبا في حدود 25 دقيقه، اللي هي اخدت لون حلو كده والكور بقى كمان اتنفخت اكتر ولزقوا في بعض كده بقوا تحفه. تخرج من الفرن تكوني محضره مكعب زبده كده وتمرري عليها بس، يا سلام بيديها لمعه، وسخونيه الكور الحلوه دي بتاعت خدود النونو بتشفط شويه من الزبده تبقى تحفه. عايزه الزبده دي تنكهيها مثلا بفص توم او توم باودر، روزماري مثلا، تحفه. بما ان الحشوه فيها جبنه بتاعت خدود النونو الحلوه دي هتبقى خطيره ان شاء الله، تعجبكم جربوها وبالهنا والشفا بالسوق تجنن. خطيره. حلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض صينيه بطاطس باجنحه الفراخ والخضار، سهله ومكوناتها عاديه بس طعمها خطير وشكلها يجنن، حاجه كده تفتح النفس. فجربوها مع شويه رز ابيض كده وبالهنا والشفا. والوصفه الثانيه عملنا عجينه خدود النونو حشيناها بالجبنه، عجينه فلافي ناجحه جدا طريه، تقدروا تعملوا بيها معجنات كتيره قوي.